معانا على الهاتف استاذ سعيد عبد الحافظ، مدير ملتقى الحوار للتنميه وحقوق الانسان. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. برحب بحضرتك معانا يا فندم، ومحتاجه أهلاً. اسمع من حضرتك ما سبب هذا التحول. طيب معلش انا ما كنتش معاكي، بس لو اقدر اعرف بس انا بتكلم عن التقرير الاخير لمؤسسه هومان رايتس ووتش، واللي بتتكلم فيه عن ان الاخوان منظمه ارهابيه احرقت فيما يقرب من 42 كنيسه دي اللي هي رصداهم، واتت بشهود وعندها متابعه على الارض. بدأوا يغيروا رايهم يا استاذ سعيد. مع بعض. ايوه بدأوا يغيروا رايهم ويقولوا ان دي جماعه ارهابيه. طبعا. من امتى الكلام ده؟ يعني انا مش عاوزين نفرط في التفاؤل. هو ليس افرط في التفاؤل، ولكن استغراب من الموقف. طبعا استغراب، يعني نندهش ونتعجب، لكن في الحقيقه هذه الحوادث هي حوادث موثقة ذكرتها منظمات دولية عديدة، وبعض لجان الأمم المتحدة أشارت إليها، وهناك منظمات محلية وطنية مصرية وثقت هذه الحوادث بالأرقام، بشهادات الشهود، بالتقارير الطبية، بشهادات الوفاة. فالتيار العام بقاله دلوقتي نقدر نقول داخلين على سنتين، هناك انتقادات حادة للهيومن رايتس ووتش فيما يتعلق ب اختلال المعايير وازدواجياتها وانحيازها لجماعة الإخوان المسلمين على طول الخط، والتقارير العديدة التي أصدرتها منذ قيام ثورة 30 يونيو حتى الآن لم تشر إلى أي مخالفة أو انتهاك أو جرائم ارتكبتها جماعة الإخوان. فأنا يمكن تحليلي المتواضع أنه محاولة لتبدو وكأنها متوازنة، وتبدو وكأنها موضوعية، وتبدو كأنها تعبر عن ما يحدث في العالم دون انحياز، لكن في الحقيقة هذا لا يغفر للووتش كل أو معظم التقارير التي أصدرتها التي كانت شريكة في الانتهاكات التي ارتكبت مش بحق الأخبار، بحق المصريين وبحق المرأة المصرية وبحق الدولة المصرية ومؤسساتها والنيابة والجيش والشرطة و و و والاخبار باعتبارهم. يعني سعيد بيه، يعني هي كده بتظهر عكس ما تبطن؟ لا، لانه في، يعني بص حضرتك يا استاذ عادل، يعني مثلا ما يحدث في اليمن هي منحازه للحوثيين، لا يمكن ان ننكر ذلك، لكن لا، هذا لا يمنع انه عندما تزداد الانتقادات تظهر الووتش مثلا تندد ب اطلاق الحوثيين للمدافع الموجهه وفصل تيارات الكهرباء وانقطاع تيار الكهرباء عن منطقه بعينها. هل هذا كل ما يفعله الحوثيين؟ اكيد لا، هناك اعتقالات وهناك الغام وهناك خطف وهناك احتجاز خارج نطاق القانون، لكن يعني هي بتحاول تقول ان انا زي ما بكتب عن ممارسات تحالف دعم الشرعيه، انا كمان تناولت الطرف الثاني في الصراع. يعني تبدو وكانها موضوعيه، لكن مش هي دي انتهاكات الحوثيين اللي احنا بنرصدها وبنوثقها. فهي هي وانها ترجع لانتهاكات قديمه وتعيد استرجاعها مره اخرى وتعيد مرجعها رجوعها للشرع المصري مره ثانيه، هو ده الموقف. يعني ما افتكرش انه هيغير حاجه في الوضع الحالي في مصر. بالفعل مصر طردت هذه الجماعه، بالفعل مصر الان بتتطهر منهم في كل الاماكن، فيعني موقفها هو حفظ ماء الوجه زي ما حضرتك قلت يا فندم. بالظبط. استاذ الفت، اقول لحضرتك مثال بسيط قوي. احنا كمنظمات حقوقيه سواء وطنيه او دوليه، احنا الياتنا اسمها الرصد والتوثيق، مش كده؟ يعني رصد الواقعه. ينفع انا اتكلم عن واقعه حصلت من 7 سنين او من 6 سنين واتكلم عنها؟ يعني حتى الجناة ماتوا وتوفوا وانتقلوا لرحمه الله، او غادروا البلاد ومعالم الجريمه انتهت والضحايا تفرقت بهم السبل. فالرصد والتوثيق هذا معناه ان الرصد واقعه بعينها، عشان نقدر استدعي شهود وبتاع، عشان نعرف ناخد اجراء نجبر بيه الضرر اللي وقع على الضحايا. لكن انا هيفيدني بايه ان انا اتكلم عن واقعه من 7 سنين؟ طب ما نتكلم دلوقتي ماذا يحدث؟ طب ما نتكلم دلوقتي عن مثلا التمييز ضد الاقباط من قبل بعض دعاة الدين مثلا، ما ده يفيدني ويفيد الوطن ويفيد الدوله المصريه ويفيد الاقباط. بس هي باتت منظمة مشبوهة، يعني أنا أعتقد لم تكن، ولما خلاص ما بقتش لها المكانة اللي كانت لها واللي كنا متشدق بها طول الوقت. حصل انكشاف كبير لبعض المواقف الفترة اللي فاتت. طالما أنها انحازت لأحد طرفي النزاع
وطالما انها تنظر بعين واحده للانتهاكات من قبل فريق بعينه وتغض الطرف عن الفريق الاخر، وطالما انها تصبغ صبغه حقوقيه على بعض الممارسات لجماعات ارهابيه تحمل السلاح في وجه الوطن، وطالما انها تتجاهل انتهاكات تصل الى حد القتل خارج نطاق القانون بحق اقباط مصر، وعدم ايمانها بالحق في ممارسه الشعائر والتنديد بالاعتداء على هذا الحق، بلاش نقول مشبوهه، خلينا نقول انها منظمه غير موضوعيه، منظمه غير مهنيه. اشكرك يا فندم، كل الشكر استاذ عبد الحافظ مدير ملتقى، سيد عبد الحافظ مدير ملتقى الحوار للتنميه وحقوق الانسان.